السلام عليكم. وصل الإعدادية وكان مضطر باش يكمل القراية ديالو ويعيش بعيد على دارهم، ولكن مرة في الأسبوع كان عنده الحق أنه يمشي للدار. عاش في دار الطالب، والمسافة بين دار الطالب والدار 5 كيلومتر. كانت يقطع هذه المسافة هذه عدوا، مسافة 5000 متر، سواء ذهابا أو إيابا. مرحبا بكم في الحلقة ديال صلاح حيسو، أحسن من جرى مسافة 10000 متر في تاريخ المغرب، بطل العالم وصاحب الرقم القياسي العالمي ديال مسافة 10000 متر سابقا، وأول واحد في التاريخ كيجري مسافة 10000 متر في أقل من 26.40، محطما بذلك الرقم القياسي السابق ديال هايري جبري سيلاسي أكثر من 5 ثواني. زاد في 1972 بإحدى دواوير قصبة تادلة إقليم بني ملال، وتم اكتشافه في الإعدادية، وبحكم الموهبة ديالو فبدا يمثل الإعدادية ديالو في البطولات المدرسية، وأثناء الحصة الرياضية فكان يمضيها ويقضيها في العدو والتدريب على ألعاب القوة. ما بين الأساتذة ديال التربية البدنية اللي اكتشفوه كاين أستاذ حسن مطاعي وأساتذة آخرين اللي كيرجع لهم الفضل ديال اكتشاف هذه الموهبة هذه. كان يتدرب من حصة إلى 3 حصص في الأسبوع، وكان يفوز بكل البطولات المدرسية سواء على المستوى الجهوي أو الوطني، واكتسب شهرة كبيرة في الإعدادية دياله. وفي عام 87-88 تمت مناداته إلى المنتخب الوطني في أتليكادي، وسيحقق رقم مهم في مسافة 1500 متر، 3 دقائق 57. عام 89-90 سيتم التحاقه بمدرسة سعيد عويضة لتكوين العدائي، وهنا خصو يتخذ القرار الصعب في حياته، التخلي على الدراسة من أجل الرياضة. ضمن مقعد في المدرسة ديال التكوين يعني تحقيق المينيما، وكان مطالب باش يحقق مينيما ديال 8-10 في العام الاول في مسافة 3000 متر باش يضمن بلاصتو، يضمن عام ديال التكوين. هو حقق 8-6، ولا يوجد هناك مكان للفشل، والفشل يعني عد من حيث اتيت، والعودة تعني ان عنده ديك الساعات خيار واحد اللي كان ما بين عينيه، لمشى حتى رجع للبلاد خصو يدبر على شي حرقة للطاليان، وهذا هو الحل الوحيد اللي كان تيبان ليه. عام 91-92 سيصل الى فئة السينيور، وسيتم ادماجه في سباق الكبار في بطولة العالم العدو الريفي اللي كانت في بوسطن في امريكا، سيشارك فيها وسيحصل المرتبة 55، وهذه المرتبة بالنسبة ليه هو انذاك تعني له فشل كبير، لان اللي كيضمن لك بلاصتك في مركز التكوين يا اما الارقام اللي كدير ويا اما المراتب اللي كتحتل. فانا تخربق وما عرف ما يدير، وتشاور مع الصديق ديالو الخطابي وخرجوا بقرار مغامرة جديدة. بلاصة ما كان بغي يحرق للطاليان، جاب الله واحد الحرقة سهلة في أمريكا. المنتخب الوطني والطاقم خذوا الطيارة توجهوا نحو الشرق نحو المغرب، وحيسو صلاح والصديق ديالو توجهوا نحو الغرب ولاية أريزونا اللي كان الخطابي كيعرف فيها شي واحد. 24 ساعة هما غاديين في الكار، أزيد من 4000 كيلومتر ضربوها كاملة برا، الناس كيطلعوا تهبطوا هما مازالين لاصقين في بلايصهم حتى وصلوا، وكان عندهم مشكل مادي كبير وكذلك مشكل ديال اللغه، والحاجه الوحيده اللي كيتقنوا وتعرفوا يديروها مزيان هي الجري، وبداو تيقلبوا على شي وسيله باش يدخلوا الفلوس ويدوروا الحركه. في ميريكان كاين سباقات صغيره ما فيهاش عدائين مستوى جد عالي، ولكن فيها بعض المداخيل الماديه البسيطه، فبداو تيقلبوا على سباقات. لقاو واحد السباق مع 8 الصباح ديال 5000 متر يشاركوا فيه بجوج، صلاح حيسو يجي في المرتبه الاولى كرونو ديال 14 دقيقه 15 ثانيه، والخطابي المرتبه الثانيه، غيرتاحوا لمدة 45 دقيقة ويشاركوا في سباق آخر نصف ماراطون مع 9 ديال الصباح، ونفس الشيء غيجيو الأول والثاني كذلك. مجموع كل المداخل المادية من هاد السباقين اللي فيهم تمارة وقلت لريكوبيراسيون، واضطروا يديروا هاد المسألة هادي حيت ما عندهمش الفلوس، 2500 دولار كجائزة مالية ليهم بجوج، مشوا باش ياخذوا فلوسهم، ولكن غير ممكن حيت ما عندهمش كونت بونكير، هما غير حارقين في أمريكا، اضطروا أنهم يعطوا كونت بونكير ديال شخص آخر، وفيما بعد يوقع لهم مشاكل حتى ان فلوسهم ما ياخذوهمش. وغادي يعيشوا ضائقه ماليه كبيره واحد الوقيته حتى الماكله ما يبقاوش يلقاو باش يشريوه. نحن حاليا في بدايه التسعينيات، والبطل ديالنا يجهل تماما القيمه ديالو من الناحيه الرياضيه، بانه فيما بعد يصبح اسطوره من اساطير العاب القوه المغربيه، تحطيم الارقام والفوز بالسباقات الكبرى والملتقيات وبطوله العالم. الان حاليا في عام 1992 بينو بين تشرد شعره واحده، ما لاقي ما ياكل، ما لاقي ما يلبس، عنده مشكل في اللغه، وفي نفس الوقت ما بغيش يتخلى على الرياضه. كملوا هو الخطابي في نفس المينوال، تيبحثوا على سباقات صغيره يربحوا منها واحد شويه الفلوس، ولكن داك الشيء من الناحيه الماديه ما كانش مسللكهم بزاف. والامتياز الوحيد اللي كان عندهم في هذه الفتره هذه هما انهم كانوا في اريزونا وفيها مرتفعات، وكانوا كيترينوا في هذه المرتفعات عاونتهم باش يحافظوا على المستوى ديالهم، حتى
حتى يجي واحد النهار صالح حسو الصديق ديالو غيفهمو مزيان بان هادشي اللي كيديروا فيه راه ما يخرجهم حتى لشي طريق مزيان، وان الحل الوحيد هو الرجوع لارض الوطن. غادي يتصلوا بالحسن عقه من الجامعه ديال الالعاب القوه، غيتفهم الوضعيه ديالهم ويساعدهم باش يدخلوا للمغرب. ومع الدخله كاين واحد الملتقى منظمو سعيد عويضه، صالح حسو يشارك في سباق 5000 متر وغيفوز به، وهنا يبداو يبانوا ثمار ديال التدريب في مرتفعات اريزونا، ويكون صلح ما بين هاد العدائين وما بين الجامعه ديال الالعاب القوه. سنة 1995 مشاركة ببطولة العالم ديال العدو الريفي اللي تنظمات في انجلترا، واحتلال المرتبة الثالثة، برونزية غالية ومن الأقلاء في التاريخ المغربي اللي طلعوا البوديوم ديال بطولة العالم ديال العدو الريفي. وهنا تبدا الطريق الواضحة ديال صلاح حسو بأنه بطل من عيار ثقيل. وفي نفس السنة مشاركة ببطولة العالم في مسافة 10000 متر، واحتلال المركز الرابع على المستوى العالمي وراء جبري سيلاسي، خالد سكاح وبول تيرغات، وهادو أسماء جد وازنة في تاريخ ألعاب القوة. ولحد الساعة سنة 1995 البطل ديالنا صلاح حسو من الناحية المادية كما تيقولوا على قد الحال. غادي نمشيو لسنة 1996 العام الذهبي اللي تحطم فيه الرقم القياسي العالمي لكل أزمنة للسباق 10000 متر. لكن قبل ما نشوفوا التحطيم ديال هذا الرقم نشوفوا الأجواء والظروف اللي كانت قبل 1996. غادي يحطم الرقم القياسي الوطني في سباق 5000 متر 12 دقيقة 50 ثانية 80 جزء من المئة، وغادي يحطم الرقم ديالو الشخصي في سباق 1500 متر 3 دقائق 33 95 جزء من المئة، وغيدير احسن كرونو في حياته الرياضيه في سباق 2000 متر 5 دقائق 95 جزء من المئة. غادي يشارك في اولمبياد اتلانتا ويحتل المرتبه الثالثه برونزيه غاليه وراء هايلي جبري سيلاسي وبورتيرغات، احسن ما انجبت العاب القوه اثيوبيا والكينيه كذلك. بعد ما خد الميداليه ديالو توجه من اتلانتا نحو مرتفعات افران استعدادا للملتقيات المقبله، واول ملتقى كان هو ملتقى بروكسل والذي سيدخل للتاريخ من بابه الواسع مع اسم صلاح حسو. مدير الملتقى كان مبرمج انه يكون رقم قياسي عالمي ولكن لصالح بولتيرغات، فاتفق مع ارانب وكذلك وجد ظروف خاصه من اجل باش هاد العداء الكيني يحطم رقم قياسي عالمي لكل الازمنه اللي كان في السابق ديال هايلي جبري سيلاسي. صلاح حسو كان في الطوب ديال البيرفورمانس، وكانت الاجواء تساعدوه لا من حيث الاستعداد ولا من حيث لي بيرفورمانس اللي حقق في 1996. فبعد ما رفعوا الارانب بالايقاع صلاح حسو لقى راسو ديما متشبت مع الكوكبه. بولتيرغات ما كانش في احسن حالاته في ديك الليله، وصلاح حسو لقى بان عنده واحد لافونتاج انه يطلع الايقاع، فخرج فاش بقات 2000 متر وينتهي السباق، وجرى الكيلومتر مقبل الاخير في جوج ديال الدقائق 35، ثم عرف انه غادي في الريتم ديال رقم قياسي عالمي جديد، ونهى السباق لصالحه وحطم رقم قياسي العالمي بخمسة ديال الثواني، واول واحد تينزل على حاجز 26.40. وكانت فرحه كبيره على المستوى الوطني لضم هذا الانجاز الكبير لخزانه العاب القوى المغربيه، واول مره في التاريخ المغربي غيحطم الرقم القياسي العالمي لمسافه 10000 متر. ولحد الساعه عام 2021 فصلاح حسو في التوب 10 ليست وعاشر احسن عداء في تاريخ مسافه 10000 متر، ومن الاقلاء في التاريخ اللي نزلوا على حاجز 26.40. كاين 13 عداء فقط في التاريخ، والمغربي الوحيد الذي نزل على حاجز 27 دقيقه في نفس المسافه. من بعد الرقم القياسي العالمي في أسهم العداء صعدت بعد الشيء سيحقق في عام 1997 مرتبة ثانية بطولة العالم ديال العدو الريفي. سنة 1999 غيدير ثاني أحسن إنجاز في السنة في مسافة 5000 متر، وكان أقوى المتنافسين على الميدالية الذهبية في بطولة العالم، وكما كان متوقعا سيفوز بالميدالية الذهبية مسافة 5000 متر وسيصبح بطل العالم، وثاني مغربي في التاريخ اللي دار بطولة العالم في مسافة 5000 متر، الأول كان هو سعيد عويضة. ثم بدأت لعنة الإصابات تطارد هذا العداء. سنة 2000 في أولمبياد سيدني لن يشارك بسبب الإصابة، ثم مع التقدم في السن فبدأ يفكر في سباقات الماراثون، لكن للأسف لم يجد التأييد ولا التأطير ولا كذلك المساعدة في التدريب على سباقات الماراثون. ولكن رغم ذلك فبدأ يتدرب لوحده ببرامج 5000 و 10000 متر، ونحن نعلم أن سباقات الماراثون فهو تدريب خاص ومختلف تماما، لكن باجتهاده الخاص فتمكن من إنجاز كرونو ديال جوج ديال السوايع 12 دقيقة في ماراثون روتردام سنة 2004. للأسف أن هذه الموهبة الفذة افتقدناها في سباقات الماراثون، وربما كان يدير إنجازات كبيرة لو وجد بعض التأطير في هذه المسافة. وخلال إنجاز البحث حول مسيرة الرياضية ديال صلاح حسو فلاحظت أن آخر إنجاز لهذا الرياضي الكبير في تاريخ المغرب كان في نصف ماراثون بميلانو الإيطالية بكرونو ديال ساعة جوج ديال الدقائق 39
ومن المصادفات الغريبة أن الدولة التي كان يطمح أن يذهب إليها عن طريق الحريق يوما ما ختم بها مشواره الرياضي كسفير رياضي يمثل بلاده ويرفع راية الوطن في أحسن المحافل الدولية. صلاح حيسوخ راح من 2005 إلى غاية 2008 ثم بدأ كمدرب وطني وهو المنصب الذي يشتغل فيه لحد الساعة على ما أظن. شكرا لكم على المشاهدة وإلى فيديو قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.